السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس التناسبية. من أهداف الدرس ملء جداول أعداد تناسبية وحساب معامل تناسب، تمييز بين وضعية تناسبية وأخرى غير تناسبية. إذا سنبدأ بالنشاط الأول. إذا كان ثمن كيلوغرام الواحد من التفاح هو 9 دراهم، فما هو ثمن 3 كيلوغرامات و5 كيلوغرامات و7 كيلوغرامات من التفاح؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنستعين بهذا الجدول. السطر الأول مخصص لكتلة التفاح بالكيلوغرام، والسطر الثاني مخصص لثمن بالدرهم. نعلم أن كيلوغرام واحد من التفاح ب9 دراهم، فما هو ثمن 3 كيلوغرامات من التفاح؟ إذن ثمن 3 كيلوغرامات من التفاح هو 27 درهم، لأن قلنا كل كيلوغرام واحد ب9 دراهم، يعني 9 زائد 9 زائد 9 3 مرات تساوي 27 درهم. ثمن 5 كيلوغرامات من التفاح 45 درهم، يعني 5 في 9. و7 كيلوغرامات من التفاح 63 درهم، يعني 7 في 9 يساوي 63. إذن كيف انتقلنا من السطر الأول للسطر الثاني، وكيف مررنا من السطر الأول للسطر الثاني؟ إذا هنا ضربنا في 9، يعني 1 في 9 يساوي، و3 في 9 تساوي 27، و5 في 9 تساوي 45، و7 في 9 تساوي 63. وللمرور من السطر الثاني للسطر الأول نقسم على 9. مثلا 63 على 9 تساوي 7، 45 على 9 تساوي 5. فهم؟ إذن 9 هنا هو معامل تناسب. إذن دائما في الجدول التناسبية انتبهوا للسهم. إذن السهم للمرور من السطر الأول للسطر الثاني، إذا قلنا نضرب في 9، وللمرور من السطر الثاني للسطر الأول نقسم على 9. إذن هذا الجدول يسمى بجدول تناسبية، وأعداد هذه الجدول متناسبة. الآن نمر إلى النشاط الثاني. وحدد جدول التناسب من بين جدولين، ثم حدد معامل التناسب وأتمم الجدول. إذا سنبدأ بالجدول الأول، لدينا في السطر الأول طول الضلع المربع بسنتيمتر، وفي السطر الثاني محيط بسنتيمتر. إذن يجب علينا أن نحدد معامل التناسب لكي نقول أن هذا الجدول هو جدول تناسبية. إذن سنقسم الأعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. يعني دائما نبحث عن معامل التناسب، نقسم العدد الأكبر على عدد الأصغر. إذن عند قسمة 20 على 5 نحصل على 4، وعند قسمة 32 على 8 نحصل على 4، وعند قسمة 80 على 20 نحصل على 4، وبالتالي هنا نحصل على نفس الخارج. إذن 4 هو معامل تناسب، وبالتالي هذه الأعداد الجدول متناسبة. إذن انتقال من السطر الأول للسطر الثاني نضرب في 4، والانتقال من السطر الثاني للسطر الأول نقسم على 4. الآن سنتمم ملء الجدول. لدينا 10، إذن 10 توجد في السطر الأول. إذن قلنا الانتقال من السطر الأول للسطر الثاني نضرب في 4، وبالتالي 10 في 4 تساوي 40. الخانة الأخيرة لدينا 44، إذن 44 توجد في السطر الثاني. قلنا الانتقال من السطر الثاني للسطر الأول نقسم على 4، يعني 44 على 4 تساوي 11. نمر إلى الجدول الثاني. لدينا عمر سطر في السطر الأول عمر الطفل بسنوات، وفي السطر الثاني الكتلة بالكيلوغرام. يعني سنة واحدة كتلة الطفل 10 كيلوغرامات، سنتين 13 كيلوغرام، 5 سنوات 20 كيلوغرام. إذن قبل ملء الجدول يجب أولا أن نحدد معامل تناسب.
يعني هل هذا الجدول جدول تناسبية أم لا؟ إذا قلنا للبحث عن معامل تناسب نقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر. إذا عند قسمة 10 على 1 نحصل على 10، وعند قسمة 13 على 2 نحصل على 6.5، وعند قسمة 20 على 5 نحصل على 4. إذا هنا إننا لا نحصل على نفس الخارج، وبالتالي لا يوجد معامل تناسب. مفهوم؟ إذا لا يوجد معامل تناسب، إذا لا يمكن أن أتمم ملء الجدول. نعم، وأشكركم على حسن الانتباه.